من المفرق ينضم إلينا مراسل المملكة أنس الحراحشي. أهلا بك أنس، ضعنا في صورة ما رصدته من مرحلة عملية الصمت الانتخابي في محافظة المفرق، وأيضا كيف يبدو الاستعدادات أو تبدو الاستعدادات في مراكز الاقتراع. نعم أريج، حقيقة أقل من 17 ساعة تفصلنا عن بدء فتح الصناديق والشروع بانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجالس أمانة عمان، صمت انتخابي للمرشحين بإيقاف الدعاية الانتخابية سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية. بالتالي على النقيض تماما ما يدور في الدوائر الانتخابية من ضجيج من الاستعداد والتجهيز للانتخابات يوم غد، من توزيع صناديق وغيره من التجهيزات اللجان المختلفة. محافظة المفرق تضم 18 دائرة انتخابية موزعة على كافة أنحاء المحافظة. عدد الناخبين في محافظة المفرق كاملة يصل إلى 205,000 ناخب وناخبة، وعدد اللجان التي تعمل في الانتخابات في محافظة المفرق 467 لجنة تعمل في محافظة المفرق، موزعين على 167 مركز اقتراع على مستوى محافظة المفرق. بالتالي هناك استعداد من قبل هذه اللجان والدوائر الانتخابية في محافظة المفرق. أيضا هناك استعداد على الجانب الأمني بتوزيع القوات الأمنية على كافة مراكز الاقتراع، والآن يتم ويستمر توزيع الاحتياجات على اللجان لاستلامها في المدارس ومن ثم تسليمها للجهات الأمنية قبل الشروع بالانتخابات يوم غد. الآن نقف في مركز أو الدائرة الانتخابية لبلدية المفرق الكبرى، وهي تعتبر الدائرة الانتخابية الأكبر على مستوى محافظة المفرق بنحو 52,000 ناخب لبلدية المفرق الكبرى أو قصبة المفرق، وأيضا نتحدث عن 94 لجنة انتخابية و31 مركز اقتراع. للحديث أكثر عن الاستعدادات في الدائرة الانتخابية لقصبة المفرق ينضم إلينا الدكتور محمد الهرش. دكتور، نتحدث يعني خلية نحل ربما ساعات حاسمة قبل بدء الانتخابات، الاستعدادات التي قمتم بها قبل الشروع بالانتخابات يوم غد. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد الهرش، رئيس لجنة بلدية انتخابات المفرق الكبرى. أنهت لجنة بلدية المفرق الكبرى كافة الاستعدادات والتجهيزات للوصول إلى نتائج إن شاء الله مرضية. لجنة بلدية المفرق الكبرى قامت الآن بإعداد خطة، سواء كانت خطة أمنية ولا خطة الآن لتزويدنا بجميع المراكز. قامت اللجنة الآن بتسليم جميع اللجان، أنهت البلدية بتسليم جميع اللجان الاقتراع والفرز للتوجه إلى مراكزهم، وهذه اللجان الآن موجودة ضمن المراكز الانتخابية وعددها 31 مركز انتخابي، وهذه المراكز تضم 94 لجنة اقتراع وفرز، وجميعها الآن في المراكز الانتخابية استعدادا لتفقد جميع الصناديق والأوراق واللوازم المعنية حتى يتم الاستعداد إن شاء الله اعتبارا من هذه الساعة لاستقبال المقترعين، اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 22/3/2022 من تبدأ عملية الاقتراع إن شاء الله الساعة 7 صباحا، وتكون إن شاء الله جميع كوادرنا البشرية من رؤساء لجان ومدخلين وضباط ارتباط إداريين وفنيين ومدراء مراكز باستقبال جميع المقترعين إن شاء الله لصباح يوم الثلاثاء. إذا سمحت دكتور، دعنا نرى عملية التسليم عبر الشاشة، ونتحدث عن 94 لجنة في بلدية قصبة المفرق، بالتالي هناك لربما ضغط. ما هي العملية بعد يوم الاقتراع غدا؟ كيف سيتم التجميع؟ هل سيكون هناك تجميع في مراكز الاقتراع ومن ثم يكون تجميع نهائي هنا؟ ما الآلية التي ستجري خلال هذه الفترة؟ الآن كما تلاحظ أخ أنس، الآن شبه الآن أنهت لجنة انتخابات بلدية المفرق الكبرى، حيث قامت بتشكيل لجنة استلام لجميع الكوادر اللي هي رؤساء اللجان ومدراء المراكز. الآن على أرض الواقع تقوم اللجان بتسليم الكوادر البشرية، رؤساء اللجان ومدراء المراكز، المواد المقررة لهم سواء كان الصناديق الحساسة، صندوق رئيس بلدية المفرق الكبرى، وصندوق لمجلس المحافظة، وصندوق لعضو مجلس البلدي. وبعد الآن بعد إن شاء الله بعد الانتهاء من عملية الاقتراع والفرز، تقوم جميع اللجان بإعداد المحاضر المقررة حسب تعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب، وإعداد هذه المحاضر
لكل مركز يتوجه مدير المركز إلى مقر لجنة الانتخاب وهي مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز، وهذا المركز يقوم باستقبال جميع زملائنا المحاضرة التجميعية ليصار إلى تدقيقا دقيقا، ومن ثم يتم إدخاله إلى غرفة العمليات وهي غرفة استخراج النتائج، ومن ثم بعد الانتهاء من إدخال جميع المحاضر التجميعية يتم إدخالها على حسب الباركورد على الشاشة أمام جميع المرشحين، ومن ثم وبعد الانتهاء من إدخال جميع محاضر لجنة بلدية المفرق الكبرى يقوم رئيس لجنة الانتخاب بإعداد محاضر تجميعية لجميع عملية الدائرة الانتخابية للرئيس وعضو المجلس البلدي ومجلس المحافظة، وبعد ذلك يتم تسليمها للهيئة المستقلة للانتخابات، وفي هذا الأثناء تكون دائرة انتخابات لجنة بلدية المفرق الكبرى قد أدت الأمانة وسلمت جميع محاضرها حسب الأصول. نتحدث اليوم عن صمت انتخابي، هل رصدنا مخالفات على مستوى دائرة قصبة المفرق الكبرى؟ الآن حسب تعليمات الهيئة الآن معنى الصمت الانتخابي أنه لا يوجد الآن أي مقرات ولا انتخابات، وإنما الآن الاستعداد للتوجه يوم غد إلى مراكز الاقتراع والفرز للإدلاء بأصواتهم. هذا ما يعنيه الصمت الآن، لا يوجد لا مخالفات ولا دعاية انتخابية. شكرا جزيلا الدكتور محمد الهرش رئيس لجنة دائرة انتخابات قصبة المفرق. إذن كما استمعنا يعني ما يحدث هنا في هذه الدائرة الانتخابية يحدث في كافة الدوائر 18 الموزعة على كافة أنحاء محافظة المفرق. كنا قد ذكرنا عن استعداد بكافة الدوائر الانتخابية، أيضا هناك استعداد أمني بحسب مدير شرطة المفرق ومحافظ المفرق الذين أكدوا للمملكة كافة الاستعدادات التي تضمن سلامة سير عملية الانتخابات يوم غدا. أيضا أبلغنا محافظ المفرق أنه تم توقيف شخص اليوم قام بإطلاق العيارات النارية في إحدى المقرات الانتخابية، بالتالي تم توقيف هذا الشخص. أريد أن أتحدث اليوم عن خلية نحل تعمل في الدوائر الانتخابية. اللجان الآن ستقوم باستلام التجهيزات ونقلها للمدارس، ومن ثم تستلم الأجهزة الأمنية للمدارس إلى حين يوم غد إن شاء الله. من المفرق مراسل المملكة أنس الحراحشي، شكرا جزيلا لك.